أيار، طاقة الاسم رقم 5، طبعه مائي. الصورة القرآنية المناسبة هي صورة البينة. أنت فتاة ذات شخصية قوية وقيادية، تتميزين بالإدارة والتخطيط الجيد. لديك براعة وإتقان في العمل، قراراتك حاسمة وصادمة. ذات نية صافية وقلب أبيض، حساسة، كريمة ومخلصة. محبة لإقامة العلاقات الاجتماعية. تحملين 3 عناصر في اسمك، عنصر النار وعنصر التراب وعنصر الماء. لديك القدرة على تحمل المسؤوليات الصعبة. لديك روحانية عالية في اسمك. تتعرضين لعدة فراقات صعبة في حياتك. أنت فتاة عنيدة، متمسكة بآرائك، وهذا يسبب لك الكثير من الخلافات والمشاكل مع أقرب الناس إليك. أنت إنسانة مضحية، وتقدمين عدة تنازلات للحفاظ على أسرتك وإسعادها، وهذا طبعا يجعلك عرضة للاستغلال. عليك بالتركيز على تحقيق أهدافك وطموحاتك الخاصة، وبرمجة عقلك الباطن على النجاح. تملكين حرف المال في اسمك، وإن شاء الله تعيشين حياة رائعة وكريمة. والله أعلم، والله الموفق.